على قدم وساق تستمر الأعمال الإنشائية في العاصمة الإدارية الجديدة هنا في الحي الحكومي، وتحديدا في مقر مجلس الوزراء الذي يتم إنشاؤه على مساحة 26 ألف متر مسطح، بالإضافة إلى جرين إريا بمساحة 50 ألف متر مسطح، ومساحة بنائية تصل إلى 90 ألف متر. المبنى بيتكلم من ثلاث أجزاء رئيسية: مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وده مبنى يعني منفصل أرضي وثلاث أدوار، ومبنى اللي على شمال حضرتك ده مبنى مكون من فيه دورين خاصين باستصلاح الأراضي أو المركز القومي لاستصلاح الأراضي واستخدام أراضي الدولة، ودور خاص بتنمية شبه جزيرة سيناء. مقر مجلس الوزراء يضم مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، إضافة إلى دور كامل لجهاز تنمية شبه جزيرة سيناء، ودورين للجهاز الوطني لاستخدام أراضي الدولة والأمانة العامة لمجلس الوزراء. ويتكون المبنى الرئيسي من مبنى للعرض ومسرح وقاعات للترجمة، بالإضافة إلى القاعات الرئيسية. ووسط إجراءات احترازية وتدابير وقائية وبوتيرة يومية، يواصل العمال إنجاز هذا المشروع الذي تقوم بتنفيذه عدد من الشركات المصرية الوطنية تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة. احنا ما ينفعش نخش الموقع الا بالمهمات والكمامه وقيس الحراره. الابواد الاحترازيه كلها بناخدها واحنا داخلين واحنا خارجين، وكل حاجه ممكن. المهندسين هنا برضو كلهم يعني واقفين في ظهرنا واقفه كويسه، بيخافوا علينا واللي احنا عايزينه. لو في حتى جه في يوم تعب شويه بنلاقي الناس بتشيلنا. العاصمة الإدارية الجديدة من أهم المشروعات القومية الاستثمارية في مصر، وسيكون لها دور كبير في تفريغ العاصمة الحالية من الازدحام، فضلا عن خلق منطقة جديدة جاذبة للاستثمار، فهي تعد أفضل مدن الشرق الأوسط وتضارع أحدث مدن العالم. محمد جمال، تنتيفي.